وللمزيد حول مدينة المخا ينضم إلينا من هناك الصحفي نيزان توفيق. سيد نيزان، أهلا بك. بداية، كيف هو الوضع الميداني في مدينة المخا في هذه الأثناء؟ إلى أين وصلت المواجهات بين قوات الجيش والميليشيا؟ حاليا هنالك هدوء، لا توجد اشتباكات اليوم وامس، منذ ليله امس لا قصف الطيران محصور في محيط مديريه مدينه موزع ومحيط معسكر خالد بن الوليد. الاشتباكات حاليا التوسع، هنالك انتشار وحاله استنفار في وسط مسلحين الحوثي وصالح في وانتشار كبير في الحارات المحاذيه للميناء من الجهه الجنوبيه. هنالك طبعا طرد للسكان في منطقه في حاره العروق المحاذيه للميناء، هنالك انتشار مسلح، وهنالك ايضا توسع كبير في زراعه الالغام في محاذي للمنطقه الجنوبيه المحاذيه لحاره السويس شمالا وجنوبا محاذيه لخط الدائري القادم من اتجاه ذباب وباب المنجات. هنالك بارز انتشار للجيش الوطني في الجهه الشرقيه ابتداء من محيط المجمع الحكومي شرقا الى تخوم حاره السويس، مرورا وصولا الى حاره العروق المحاذيه للميناء جنوبا. فيما يخص المنطقه الشماليه، هنالك تغطية نارية قطعا للطريق المؤدي من المخا إلى الحديدة فقط. نعم سيد نيزان، هناك أخبار تتحدث عن قيام الميليشيا بتفخيخ محطة كهرباء المخا، ما صحة هذه المعلومات؟ منذ سنتين طبعا، والمخا تخضع لحماية قوات الحرس الجمهوري، لا يوجد منذ سنتين تخضع لحمايتهم، لا يوجد اي تفخيخ ولا اي زرع للالغام. لكن خلال الاسبوع الاخير والثلاث الايام الاخيره هنالك تفخيخ وترغيم لمحيط محطه المخا البخاريه في اتجاه الساحل بشكل فجائي ومفاجئ طبعا. ربما هنالك خوف من انزال بحري في تلك المنطقه، او ربما يتوقعون تقدم مفاجئ لقوات الشرعية شمالا من الشمال باتجاه المحطة ثم خط المخا الحديدة فالخوخة ويخطر. برأيك كيف تتعامل قوات الجيش الوطني مع هكذا أوضاع، وما هي العراقيل التي تحول دون سيطرة قوات الجيش على مدينة المخا بالكامل؟ طبعا حتى اللحظة الجيش الشرعية والجيش الوطني ما يزال لم يقتحم ولم يسيطر ولم يحرر مدينة المخا. يرجع هذا التأخير طبعا في الدرجة الأولى ليس لحجم مقاتلي ومسلحين الحوثي وصالح، وإنما إلى العدد الكبير من الألغام والمزود بمتفجرات شديدة الانفجار المزروع في الخبوط وتخوم مدينة المخا وصولا إلى مدينة يقتل مرورا بالمحطة البخارية. هذه الأشياء أدت إلى عرقلة واضحة لسير قوات الشرعية. نعم الصحفي نيزان توفيق، كنت معنا من مدينة المخا، شكرا جزيلا لك.